طالعين الحين في هذا الشيء، ما ادري بنسوي شيء بس وشو ما ادري. يلا بديت ابدا معكم في التغطيه من هالمكان وهالاطلاله الحلوه. هالمكان مفضل بالنسبه لي لان دائما ما بين المحاضرات نجي وناخذ وقت البريك في هالمكان. نبدأ سريعة مدينة ليستر، تقع شمال العاصمة لندن ب 160 كيلومتر، عدد سكانها 350,000، متعددة الثقافات وعدد المسلمين فيها كبير جدا. المنطقة اللي أنا فيها الآن منطقة تاريخية وأثرية، وهذه الكنيسة يعود عمرها ما يقارب 1000 سنة، وهذه حديقة كاسل جاردن من أفضل الحدائق. تتميز ليستر مثل ما ذكرت بوجود عدد كبير من الجالية المسلمة، لذلك المساجد موجودة بكثرة والمطاعم والمحلات التي تبيع الأكل الحلال موجودة أيضا. يوجد في ليستر عدد كبير من الحدائق، من أشهرها حديقة أبي بارك وحديقة فيكتوريا. هذا نهر ذا سور ويقطع المدينة. الوجود في المكان والجلوس هنا يساعد على الاسترخاء. الجو اليوم رايق ما شاء الله، ومن الصباح كان ممطر لكن الآن في شوية هواء. يوم الأحد دخل فصل الربيع بشكل رسمي، وأزهاره ووردها اتفتحت ومنظرها يفتح النفس. الله يستر على جامعتي الدفاع المدني المتواجد، وتم خلال المباني ما أدري حريقة وما شابه، لكن ليستر وجد فيها جامعتين، جامعة ليستر وجامعة ديمنتفورت، وهذه هي جامعة ديمنتفورت. نطلع برا التغطية شوية ونغطي لكم الحدث. هذول رجال إطفاء جايين بسيارات غريبة إنها خاصة، يلبسون لبس الدفاع المدني ويستعدون للنزول. في هذه المنطقة توجد قلعة أثرية تعود لعهد الرومان، أي ما يقارب 1000 سنة وأكثر. أنا محدود بتصوير عدد معين من السنابات، وأنا من النوع اللي إذا مسك الجوال ما يوقف تصوير، بعض الأحيان يطول، لكن راح توجه الآن لسيتي سنتر وصوركم المطاعم والمولات. الأجواء في بريطانيا ما زالت باردة، وعادة ما تكون جميلة في فصل الصيف، أي من بداية شهر 6 إلى نهاية سبتمبر. يميز ليستر موقعها المتوسط بين أهم المدن البريطانية مثل مانشستر وبرمنغهام ولندن، وأسعار السكن فيها معقولة جدا. هذه الكنيسة الرئيسية في مدينة ليستر، يوجد بداخلها قبر الملك ريتشارد الثالث. هذا الملك له قصة عجيبة، ابحثوا عنها. هذا اللي قدامكم قبور ويعتبر شيء طبيعي، لكن الغريب وجود هالكراسي، يجلسون الناس عليها ويتقهون ويشربون براحتهم. هذا الكلوك تاور أبرز معالم المدينة، ويوجد هنا الهاي كروس مول وهنا الهاي ماركت مول. أنا الآن داخل الهاي كروس مول، مكون من طابقين، توجد فيه عدد كبير من المحلات والماركات العالمية. المول يعتبر كبير صراحة. من ضمن المحلات الموجودة هنا جولد سميث للساعات والمجوهرات الراقية، أبل موجود، نيكست، بوس موجود، جون لويس من أشهر المراكز التجارية، كل ما تحتاجه تحت سقف واحد، من أثاث المنزل إلى المستلزمات الشخصية. وهذه هنا منطقة المطاعم والسينما. هذه منطقة المطاعم، موجود هنا تقريبا جميع أنواع الأكل، الأكل الإيطالي والأكل الأمريكي والإنجليزي والصيني والياباني والكوري والهندي، للأسف العربي ما هو موجود. هنا موجود كافي روج فرنسي، زيزي إيطالي، كوستو كوست أمريكي، واغاما ماكوري، يوسوشي ياباني، وهذا إنجليزي وهذا مكسيكي وهذا أمريكي. شوكاز السينما الرئيسية في المدينة، صالاتها جدا حلوة، شاشاتها جميلة، الأفلام فيها جديدة تقريبا. وبكذا كنت وصلت نهاية التغطية، وأشكر أخوي سلمان على إتاحة الفرصة، وأعتذر على الإطالة، وأتمنى قدمت لكم شيء مفيد وممتع وحلو، تسعدني متابعتكم.